أعزائي مشاهدي ومتابعي فيتو في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم من صالة تحرير فيتو. معاكم علي الحكيم لمناقشة موضوع تسرب الغاز أو ما يعرف بالقاتل الصامت. معي في صالة التحرير اللي هو أيمن سيد الأهل، وكيل الحماية المدنية الأسبق بالقاهرة، لمناقشة تلك الظاهرة بعد تكرارها في أغلب المحافظات المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، أهلا بيك وأهلا بحضراتكم، وسعيد بوجودي في قناة فيتو المشهورة المجتهدة اللي دايما بتبقى لها سبب في حاجات كتير. مشكور، الله يخليك. في البداية عايزين نعرف إيه السبب الرئيسي لتسرب الغاز؟ يعني في الفترة اللي فاتت لقينا مثلا حادثة في التبين بعد 72 ساعة من إنقاذ أسرة، في المنيا كذلك الأمر تقريبا سبعة من أسرة واحدة في شقة. فعايزين نعرف إيه السبب الرئيسي لتسرب الغاز داخل الشقة. في الأول طبعا يعني أنا يهمني إن أثمن الاهتمام في نشر الوعي لتلافي الأخطار اللي حصلت دي. الفكرة كلها إن إحنا لازم نوعي الناس إن التعامل مع الغاز ومع الكهرباء ومع حاجات كتيرة في حياتنا لازم أن يكون بحذر، باهتمام أكثر، بعدم استهتار. لازم نبقى إحنا حاطين في أمام أعيننا إن في محاذير يجب أن نحذر منها، في حاجات أخطاء لا يجب أن نقع فيها، بحيث مخاطر الغاز كبيرة جدا قد تبدأ أو قد يكون المسببات زي ما حضرتك قلت أو طلبت تعرف أو السادة المشاهدين، جزء منها بسيط يرجع لخلل ميكانيكي أو خلل في جزء من أجزاء المعدات اللي موجودة في البيت أو الأجهزة اللي موجودة في البيت، خلل في جزء في السخان، خلل في جزء في البوتاجاز، لكن المسببات دي تعتبر أقلية، هي الأقلية. الأغلبية من مسببات الحوادث في تسربات الغاز والاختلال الغازي وخلافه بيكون بسبب سلوك خاطئ أو استهتار أو عدم مراعاة تعليمات محددة. أوقات نقدر نقول في تلف وعدم صيانة في الوحدات اللي موجودة في البيت سواء بوتاجاز أو سخان. ممكن يكون في تلف في لو عندك أنابيب في خرطوم الأنبوبة نفسه، في تسريب من المنظم. أوقات الشعلة بتنطفئ والأم نامت أو اللي موجود في البيت نام. شعلة لاستخدام التدفئة. هو نادرا ما حد هيشغل شعلة للتدفئة في الوقت الحالي نظرا لأن تكلفة غلاء أنبوبة البوتاجاز هتبقى مكلفة. لكن العادي اللي بيحصل السهل اللي هو بيحط حاجة على النار ويتشغل بالموبايل، بيتشغل باللعبة أو ينعس وينام. الحاجة تفور، تطفي الشعلة، الغاز مستمر. بعض البوتاجازات في الفترة السابقة نزلت بسنسور لو انطفت الشعلة بيتقطع الغاز اوتوماتيك، لكن اقدر اقول ان 90% من المنتجات اللي موجودة في السوق ما فيهاش الميزة دي. فبالتبعية يبقى احنا لما نحط حاجة على البوتاجاز لازم نبقى يقظين ومتيقظين وما نبعدش عنه، ما نروحش بقى نمسك الموبايل قاعدين نرغي او قاعدين نتفرج على فيديوهات والوقت خدنا ومش حاسين. دي رقم واحد، ما نخشش ننام. حاسس انك تعبان ومش قادر، ما تقيتش بقى البوتاجاز ولا تغلي حاجه دلوقتي. تمام؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه هي برضو بتبقى الخلل الميكانيكي في جزء في السخان
بيحتاج لصيانه دوريه. طيب بيحتاج لصيانه دوريه. بناشد ان يبقى فيه تعليمات مثبته من قبل شركه الغاز، من قبل شركه الغاز، من قبل الشركات المنتجه للوحدات دي، من قبل وزاره الصناعه، من قبل وزاره التجاره، اي مكان انستراكشر، تعليمات محطوطه وملزوقه فيه، بحيث من اول التركيب ان لا يجوز تركيب سخان غازي غازي في حمام بدون تهويه جيده. تمام. في 6 لتر و5 لتر وحاجات كده مش مطلوب مدخنه، لكن مطلوب هوايه. الهوايه اللي هي في الجنب للمنور او شفاط. او شفاط. فلو ما عندوش الاثنين ده خطر جسيم، وهقوله حالا ليه. في اكتر من 5 و6 لتر ده لازم له مدخنه. فانا لازم احط له الجزئيات ديت، لان انا تابعت وشفت ان بالفعل الراجل بيشتري السخان او يجيبه، وممكن من ورا الشركه يقوم معلقه ونشغله. الخطر هنا فين والنتيجه هنا ايه؟ النتيجه هنا ان هذه الشعله كنظريه احتراق عموما بتحتاج اكسجين عشان تستمر في انها مولعه، وبينتج عن هذا الاحتراق اول وثاني اكسيد كربون نواتج هذا الاحتراق. تمام؟ تمام. لو انا موجود في مكان مغلق وهو الحمام، لان الحمام له خصوصيه، فبالتاكيد مش فيش حد يستحمى والباب مفتوح او الشباك مفتوح، فبالتبعيه هو قافل. الظواهر دي بتزيد في الشتاء لانه كله مقفل حتى الشبابيك. بالظبط. شغال السخانات. انا كنت لسه هسالك برضو ليه في فصل الشتاء تحديدا الظاهره دي يعني بشكل شبه يومي، ممكن حاله او اتنين في اليوم. للاسف. ما انا بقول لحضرتك هو يعني في منطقه التبين برضو انا رحت غطيت واقعه بعديها ب 72 ساعه في شارع ورا الواقعه اللي انا غطيتها برضو لنفس السبب اللي هو القطر الصامت او بما يعرف بتسرب الغاز. تمام تمام. في نفس المنطقه بعد 72 ساعه الناس ما كانتش فائت من الواقعه الاولى، واسره كامله بالمناسبه. لا حول ولا قوه، ربنا يرحمهم جميعا يا رب. ليه السبب بقى في فصل الشتاء تحديدا؟ دايما كل حاجه ولها ظواهر. فصل الشتاء بيتميز بحوادث معينه نظرا لطبيعه فصل الشتاء. لو جينا اتكلمنا في العموم هنلاقي ان فصل الشتاء عندك حوادث تسرب غاز واختناق غازي، تلاقي نظرا لان المكان مغلق بالكامل ومحكم الغلق. رقم اثنين هنلاقي حوادث سيارات على طرق بسبب الشبوره، دي تتميز في فصل الشتاء برضه. زائد امطار فتعمل برضه حوادث طرق. هنلاقي برضه في فصل الصيف في وضع مختلف، نلاقي ان في ضربات شمس، نلاقي ان في على الطرق انفجارات اطارات. اطارات بالظبط. تعمل حوادث. فاحنا لازم نقول للناس ان خد بالك احنا دخلنا في الصيف، لو انت بتسافر حضرتك عندنا واحد اتنين تلاته خد بالك منها. يعني انت تقصد ان في ظواهر موسميه بتظهر؟ موسمية. ظاهر موسمية في الصيف موسمية. اللي هو انفجار الاطارات والحرايق وال ايوه وهكذا. فهنا دايما من متابعتنا او من الرصد والاحصاء اللي بيتم بصفه دوريه، فبنلاقي ان الحوادث دي بتزيد في الفتره دي، الحوادث دي بتزيد في الفتره دي. دورنا ودور حضراتكم ودور كل الاعلام ان هو يبدا يحط ايده على المسببات ويبدا يوعي الناس الاخطار ايه. هنا هو ده الدور المنشود اللي انا بشكر حضراتكم انكم اهتميتوا بالنقطه ديت، لان لما نحط الحقائق قدام الناس ونحط الاخطاء اللي بيرتكبوها بلا يعني بحسن نيه، يعني هو مش قاصد يضر نفسه، لكن في الحاله ديت احنا هنساهم بتقليل الحوادث بنشر وقالك نشر التوعية. هنساهم بان مش هقول لك يعني مجرد ان كمان حفاظ شويه على الحد من الحد من الحد طبعا.
طب ازاي انا كرب اسره مثلا احمي اسرتي من خطر القاتل الصامت او بما يعرف بتسرب الغاز؟ اول حاجه عند بدايه فصل الشتاء، هو عموما المفروض على مدار العام، بس لازم يراجع ما دام هيشغل سخانه بقى ويبدا مع شركه صيانه او الوكيل، يجيب التوكيل يبص على السخان ده، يعني دي روشته حضرتك بتقدمها له. المفروض يبص على كل حاجه، يراجع توصيلات اللي داخله للبوتاجاز بتاعه، يراجع كل معداته انها سليمه، دي اول حاجه. رقم اتنين، ان لو عنده شفاط في المطبخ او شفاط في الحمام عطلان لازم يصلحه، لانه اوريدي هيبقى قافل الشبابيك، فيبقى فيه تهويه تغيير للجو. الكارثه بتحصل ان بيحصل احلال جوه الجسم، بدل ما ياخد اكسجين بياخد ماده مضره، غاز مضر له، فبالتبعيه هياثر عليه هيموته. طب ليه سمي بالقاتل الصامت؟ يعني دي هو اللفظ ده بقى متعارف عليه. هي الفكره كلها ان الغاز او اول اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون، لما الجسم يتشبع بيهم اللي بيحصل انه بيأثر على مراكز العصبية او التحكم العصبي في المخ، فبيحصل تخدير. هذا التخدير بينتج عنه استرخاء غير تام وبسط او استرخاء للعضلات، فهو بيبقى في نشوة ما او في يعني نوع من عدم الادراك والاتزان. وان حد نبهه او انتبه في اللحظه ديت، هو مش هيقدر يقوم من مكانه، ولو نايم مش هيقدر يقوم، لانه حتى العقل لو ادى الامر للرجل والايد انها تقوم مش هتتحرك، لانها في حاله استرخاء تام وانبساط تام، ففي الحاله دي ايه؟ مش هتقوم. فمن هنا بيبقى ياخد المرحلة دي لحد ما يبدأ بعد كده غيبوبة، بعد كده مش عارف ايه، بعد كده يتعرف. يبقى اول حاجة قلنا يراجع على اجهزته. رقم اتنين، ينبه على البيت وهو بنفسه يتابع ان ما عملش احكام غلق للشقة، ما قفلش الشقة بالكامل في فصل الشتاء، لازم يسيب تهوية، شباك موارد في المطبخ، في الحمام، المطبخ مفيش داعي لقفله اللي هو الشباك بتاعه، الحمام يبقى تهويته لو في شفاط يشغله، لو في مدخنة موجودة جوه المركبة على السخان يتأكد ان المدخنة دي مش مسدودة من بره بحاجة عصافير حطت فيها عشاش وحاجات كده فتقفل. يتأكد برضو انه لو عنده هواية، بشوف ناس برضو حاطين الهواية دي عبارة عن ايه، قافلينها بقماش بقى وحاجات كده، يقول لك ممكن حاجه تخش لي بتاع فكاتمنها، يبقى اذا ما بقاش عنده تهويه، ما بقاش فيه هوايه اصلا، انا لازم اسيب منفذ لتجديد الهواء، دخول الاكسجين، عدم ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون او اول اكسيد الكربون الناتج عن الحرق للنسبه الخطيره، لان انا كل ما بفتح زياده الشعلة بتكبر يعني ايه؟ بتعلى، كل ما بتفتح حنفية هي بتبدأ ببتاع عاملة كده زي الشمعة، بعد كده بتقلق لوهج، فالوهج ده معناه ايه؟ معناه استهلاك اعلى من الاكسجين في اعمال الحرق، معناه انتاج اعلى في نواتج الاحتراق. تمام، فيبقى بالتبعية طول ما انا مشغل السخان في تهوية، مفيش تهوية انا بعرض نفسي للخطر. دي اول نصيحة. تاني نصيحة والهمة، اي اب اي ام، مفيش حد يستحمى او يخش في الشتاء ياخد دش اكتر من 5 دقايق، لازم تطلعه فورا. ليه؟ وتتابعه وتخبط عليه، لان مع الوقت بيتكون بخار ماء. في عادة سيئة بعض الناس بتعملها، انه يشغل الدش لحد ما الحمام يشبر، بعد كده يخش يستحمى، يعني واخد لي بالك؟ سلوك غريب جدا. هو فيه وجهة نظره انه
بيدفي المكان، لكن هو بالفعل بخار الماء حل محل نسبة كبيرة من الأكسجين في الجو، وبالتبعية هو بيضر نفسه بدون أن يدري. فديت تاني حاجة لازم الأب والأم يرعوها، وفي ولادهم لما يخشوا يستحمهم ما يسيبهمش نص ساعة، ما يسيبهمش ساعة، ما يسيبهمش ساعة وربع، غلط، خطر، بيعرض ابنه وبنته للخطر. طب كلمني بقى على ذكر فصل الشتاء، احنا يعني الدفاية ومخاطر الدفاية والعادات اللي عندنا مثلا في الأرياف، يعني أنا جاي برضو من مكان ريفي، فعندنا الحطب والرقية فبنحطها وإحنا خلاص بنولع برا، ده بالنسبة للرقية، بنولع برا وندخلها جوه معانا الأوضة ندفي، فده برضو من ضمن يعني يندرج تحت القاتل الصمت. طيب فاحنا عايزين نعرف مخاطر الدفايات. خطر الدفايات هنصنفه على محورين. المحور الأول اللي هو دفايات كهرباء، ودي لها مسببات انها ممكن تسبب حريقة، وفي دفايات ما بين شعلة وغاز، في دفايات اللي هي وقود، يعني هنقول كهرباء ووقود عموما، يعني الوقود ده قد يكون غاز، قد يكون كيروسين، قد يكون حطب، اي مكان، تمام. في بعض الدول غير مصر، غير مصر ما زالوا بيستخدموا دفايات الوقود اللي هي بالكيروسين، هي دفايات رائعة وممتازة وكفاءتها عالية جدا. لكن نرجع لنفس نظرية السخان، الشعلة، شعلة مولعة، يبقى عشان تستمر في الاشتعال محتاجة أكسجين تحرقه، ومحتاجة ينتج أو بينتج عنها ثاني أكسيد وأول أكسيد الكربون. فالمكان بره لو مغلق بدون تهوية او محكم الغلق، يبقى هو بيضر نفسه بالغازات السامة دي. نفس الكلام بتاع الحطب، هو عبارة عن حريق برضه، نار. النار هنا نفس القصة، خدت الاكسجين طلعت لي اول ثاني اكسيد الكربون، يبقى ما اقفلش المكان بالكامل، اسيب برضو تهوية عشان تجدد لي اكسجين عشان ما تخنقش. كويس. لو جينا على الدفايات الكهرباء دي، في منها خطورة من نوع اخر. اولا اتمنى وزارة التجارة، وزارة التموين، بمنع وجود اجهزة غير مطابقة للمواصفات الفنية في السوق. فإحنا النهاردة ممكن يجيب دفاية رديئة، فاللي هيحصل إنها ممكن تسبب له كارثة وتحرق له البيت كله. الكارثة بتيجي في الدفاية من السلك بتاعها، والخطر اللي بيقع فيه المستخدم هو حاطط السلك ده فين. السلك الدفاية ده، الفيشه بتاعت الدفايه دي، لو محطوطه في مشترك فهو عرض نفسه للخطر. يجب ان تستخدم الدفايه في المقبس الرئيسي، اللي هي الفيشه الرئيسيه البريزه اللي في الحيطه، سواء بقى كانت دفايه كهرباء غاز، دفايه كهرباء حراري، اي مكان لازم احطها في البريزه، ما احطهاش في مشترك. المشتركات ايضا غير مضمونه الجوده. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان مع سحب الكهرباء، عايزين برضو نعرف الناس الميكانيزم بيمشي ازاي. تمام. سحب الجهد العالي للكهرباء من خلال اسلاك، ده علميا عبارة عن سيل من الالكترونات معدية من جهة الى جهة اخرى، زي ماسورة مية دخل فيها المية من هنا وصلت لها. تمام؟ تمام. هذا السلم الالكترونات زي ما قلنا ماسوره الميه، لو الماسوره دي كرتون او ورق مش هتستحمل. بالظبط. لو انا اديتها ميه كتير الميه، وبالتبعيه السلك
كخامه وهو بيمر فيه الكترونات الكهرباء بتواجه حاجه اسمها مقاومه. المقاومه دي بينتج عنها حراره. اي واحد في ابتدائي واعدادي النهارده بيدرس ولازم نطبق اللي بندرسه على الواقع، مش بنحفظ حاجه وما نطبقهاش في حياتنا. فبناء عليه سيل الالكترونات هو ماشي في السلك بيواجه مقاومه ينتج عنها حراره. هذه الحراره جه دور الكوتنج او هو الغلاف البلاستيكي اللي مغلف السلم، يجب ان يكون ذو مواصفات ومطابق للمواصفات. لو مش مطابق للمواصفات هيسيح. طب لو ساح هينزل مولع على ايه؟ على الحاجه اللي تحته، على السجاده، على السجاده ولع، على المفرش او الانتري او وهكذا. يبقى اذا انا بقول لما بقول بنشط وزاره التجاره وبنشط التموين وبنشط مش عارف ايه، انا عايز منتج في السوق مطابق للمواصفات. فالمواصفات هنا بنبداها من اول الكابل او السلك وجودته، جوده الخامه، لان في سلك مغشوش في السوق. طب السلك المغشوش في السوق ده نتيجته ايه؟ نتيجته ان سيل الالكترونات زي ما قلنا بيواجه مقاومه بينتج عنها حراره. لو مكونات السلك ده من جوه كان نحاس مغشوش، الحراره المقاومه تبقى اعلى، والحراره هتبقى اعلى، وبالتبعيه السلك هيسيح اسرع. يبقى اذا ده الخطا اللي احنا بنقول لا يتحمله المواطن او لا يتحمله الانسان. دي دور الرقابه والجوده. لكن الدور بقى اللي هو بتاع المواطن بقى نفسه، اقول له ايه؟ ما تحطهاش في المشترى، حطها فين؟ في الفيشه، في الفيشه، في الحيطه، في الفيشه، على اساس ان الكابلات اللي في الحيطه المفترض انها معموله كويس، مش مغشوشه برده، يعني المفروض انها كويسه، وبالتبعيه البريزه بتبقى مقاومتها اعلى، مش هتسيح. كل اب، كل ام، كل حد بيشطب، كل حد بيجهز بيته، كل حد ينتقي ويختار جوده مناسبه في كل حاجه، بالذات خامات وتاسيس الكهرباء. ما يسترخص، لان الاسترخاص ده هينتج عنه مشاكل مستقبليه. في الحاله ديت يبقى احنا شق الدفايات اتقينا خطر ان لو كهرباء او زيت، ولو غاز سولار او حطب او خلافه اتقينا الموقدات الناريه. الايه؟ الموقد اللي هو الحطب. يبقى احنا هنا لو راعينا الحاجات ديت. وبعدين عايز اقول حاجه، الامور ديت ليست صعبه، الامور دي سهله، بس الناس تعرفها وتنتبه ليها. وهو اول ما هينتبه للحاجات دي هيبقى نسق في حياته انه لو شاف حاجه يقول له اعمل كذا، ما تعملش كذا لو سمحت، خلاص هتلاقيه ماشيه الدنيا يعني بسلام باذن الله. ويا رب الجميع يبقى سالم، وربنا ياكل جميع الحوادث يا رب. احنا اتكلمنا عن الكهرباء، وده خلاني ان انا استبق حاجات اسئله كنت عديدها لحضرتك. يعني المس الكهربي في الفترة الأخيرة، زي قبل التسجيل ما كنا بنتكلم على في الآخر بتثبت المعاينة إنه لحريق شقة مثلا، إن الموضوع ده يتسبب بسبب المس الكهربي. يعني بصفتك كخبير مثلا بتنصح بإيه لعدم حدوث حريق بسبب المس الكهربي؟ وفي أكيد يعني مسببات أخرى، بس الأبرز هو المس الكهربي. بص حضرتك، احنا طبعا كانت نسبه اكبر من الحوادث، وما بين الاماكن السكنيه والتجاريه بيبقى سببها الرئيسي فعلا مس كهرباء. المعمل الجنائي المفترض بعد كل حادثه بيراجع بيعاين، وهو اللي بيحدد المسبب الرئيسي لهذا الايه الحريق. طيب لو جينا خدنا على المستوى الصغير اللي هو الشقق او الاماكن السكن، واعتبرناهم جزء معين او فرع معين،
غير الاماكن التجاريه باحجامها واعتبرناهم شق اخر مختلف. زي ما قلت من شويه لما تاسس كهرباء في بيتك او في شقتك او لو سكنت في مكان، بص على شبكه الكهرباء اللي عندك. شبكه الكهرباء في الاصل لها احمال محدده تقدر تشتغل عليها. يعني بمعنى كلنا عارفين ان في السلوك عباره عن اقطار من اول نص ملي، ملي الا ربع، ملي، ملي ونص، الملي، ثلاثة، أربعة، ستة، في تمانية وتسعة ملي، في ستاشر ملي، في 32 ملي. كل حاجة من دولت لها استخدامها، لها استخدامها. بتنصح بقى بيه انت كخبير حماية مدنية بالنسبة للأقطار أو المليات مثلا في شقة سكنية مثلا، في شقة سكنية مساحتها مثلا اللي هي مثلا اللي هي المتوسط مثلا 75 متر اللي هي متوسط الشقة، مالهاش علاقة بالمتوسط دلوقتي. أي شقة أي مكان لو خدناها في الشقان العادية اللي هي من 70 ل 120 متر العادية، مش هنقول الأكبر من كده، هنتكلم في الأول الامداد اللي جاي له من تحت اللي هو الماسوره الكابل اللي داخل للعماره، يجب ان يكون مكافئ لعدد الشقق الموجوده في العماره. فاجيب 32، اجيب مش عارف كام، بحيث كابل محترم داخل. طيب بعد ما بيطلع لكل 16 لكل شقه، بقى عندي خلاص كابل خاص بيا وصل لي اللوحه الرئيسيه. الروحة الرئيسية دي ببدأ أفرع منها، ده للحمام، ده للأوض، ده للتكييفات. التكييفات هي خطر عظيم لو أنت مش مؤسس شقتك صح. التكييف بيستهلك كهرباء. خطورة التكييف في قومة الكباس. قومة الكباس، الكباس أول ما بيجي يقوم يقوم ساحب أمبير عالي. رجعنا لتاني لجزئية الايه؟ المقاومة والسخونية. فمن هنا السلك بتاعي هركب تكييف، في المستقبل هركب تكييف، يبقى ابقى عامل حسابي ان مجهز كبل للتكييف. لكن ما جيش استخسر بعد ما جبت تكييف بخمس ست الاف عشر الاف جنيه، استخسر بقى ان ما عنديش في التغذيه مناسبه، اقول ايه؟ اجيب اي كابل كده احطه من هنا لهنا، دمر نفسه. هذا الكابل نرجع تاني، هتحصل مقاومه في ماده النحاس اللي موجوده، الماده الكوتنج المحيطه البلاستيك هتسيح، هتقع على ستاره على وهكذا، تبدا الحريقه من اول وجديد. هنا الماس لما بيحصل في مفتاح او في اوتوماتيك حمل زياده او قفله، فالقفله دي ايضا بينتج عنها حراره، لان بنشوفها ياما، بنسمع تراك او تشوف الشرز قفله. القفله دي لو كل واحد في الدنيا شافها هيعرف ان هو شاف زي لهب او نار، وشاف صوت وشاف حراره. فاذا القفله دي بتيجي منين؟ بتيجي من كابلات متوصله. التكييف كاحد والسخان، التكييف والسخان له مواصفات معينه في كاحد الاجهزه اللي بتستهلك كهرباء عاليه، يجب الا اوصل الكابل الاجزاء، لا يبقى هو كابل حته واحده، وصل من الكوفري مع المفتاح الاوتوماتيك الى التكييف اللي هنا السخان، وهكذا الى السخان. لو غسلت فيها سخان، في غسالات كتير فيها سخان، ابقى عامل حساب ان لها برضو كبل. ليه؟ لان دي لما بتيجي تسخن فيها سخان قدره عاليه. نصيحه اخرى، في بعض ناس بتجيب حاجه
انتشرت الفترة اللي فاتت ديت اسمها السخان التلقائي، عبارة عن جهاز صغير كده بيحطه عند الحنفية هو يطلع له مية سخنة. ده عبارة عن فيه ملف تسخين كهرباء بس بيبقى 3000 واط و 4000 واط، لو حطه في الفيشة الدنيا دي كلها هتولع. يبقى اذا يعرف ان ده مش هيناسب انت عشان توفر او معكش 8 سخان كهرباء او خلافه، انت في المقابل لازم تغير الدايرة. يبقى اذا خلينا نتكلم عن ان مسببات الحريق بالنسبة للكهرباء هو سوء حالة الكابلات، عدم مطابقة الكابلات للمواصفات، ده الجزء الرئيسي اللي برضو برجع وطاله وزارة التجارة التموين منع تواجد خامات او مصانع بير السلم خاصة في انتاج كابلات الكهرباء ومشتركات الكهرباء المشتركات بانواعها يعني. كويس، ده دور عبء على الدولة. طيب المواطن بقى بعد الجزئية دي ان الحاجة بقت وصلة له سليمة يشغلها طبقا لمواصفاتها، محطش سلك 1 ملي واجيب عليه دفاية 2000 و4000 واط و3000 واط، مش هتستحمل. لازم ابقى عارف ان السلك ده مش الشكل ده، ما ينفعش. لكن اشير برضو يمكن انا اتكلمت في ديت قبل كده، بقى في وعي من قبل بالذات الصنايعي او الفني بتاع الكهرباء. فن الكهرباء النهارده، ودي انا عن تجربه شخصيه، وعن بقى عندهم وعي وكفاءه في تاسيس الكهرباء فعلا. فبقى انا اقول له ايه يا عم، خلاص نجيب السلك ده 2 ملي، ده هي يا دوبك نحط لمضتين ليد. لا يا باشا محدش يبدا، احنا نعمله 3 ملي. طب يا سيدي اللي مش بيعمل ايه؟ بيعمله صح. والشقه بقت كل اوضه على فرع مستقل. انا قصدي اقول لك ايه، بقوا بيعملوا بكفاءه غير زمان. زمان كان ممكن يعمل لك الشقه كلها على مفتاحين يعني، هي نصين وخلاص. دلوقتي بقى بيعمل بالاوضه، بقى بالاوضه والتكييفات، تلاقيه عامل لك كابلات وخطوط مخصصه لكل تكييف لوحده. فانا بشيد بامانه الحق يقال بان الفنيين النهارده بقى عندهم وعي. بس انا بقى كزبون ما اجيش اقول له ايه، طب بقول لك ايه ده اللفه ديت، طب ما تشوف لي حاجه مضروبه، يبقى كان انا ما عملتش حاجه. ده بتبقى تقع تحت يعني المقاولين يعني الغشاشين، المقاول لو غشاش او لو مقاول وهو اللي متولي، يبقى هنا بعيد عن المواطن اللي اراد بنفسه دور نفسه. يبقى هنا ده دور مين؟ الرقابه. الرقابه تمنع وجود الاشياء الغير مطابقه للمواصفات خاصه في الكابلات، مفاتيح، بلايز، الاوتوماتيك، ده ما يبقاش موجود في السوق. بحس المواطن يبقى مطمئن ان الحاجه اللي بيدفع فيها فلوس حقيقي سليم. فهو ده يمكن مسببات في المصانع بقى والمنشطات التجاريه. الوضع مختلف ان بيبقى ما عندوش اعمال صيانه جيده، بيهمل الصيانه، ما عندوش فني في المصنع او المنشاه التجاريه، جزء او فريق قاعد متابع الحاجات ديت. كثره او ضخم او زياده حجم النشاط او المساحه بيؤدي بالذات في الاعمال التجاريه او الاعمال الصناعيه ان في استهلاك عالي لحاجات كتيره ومتطلبات جديده. عايزين نحط ايه 3 اجهزه كمبيوتر في الاوضه دي دلوقتي، عايزين مش عارف نركب ايه تكييف لفلان عشان ده بقى جه مدير وكذا وما كناش على حساب حط له تكييف. يعني المستجدات كتيره في الانشطه الصناعيه والتجاريه. فلو ما فيش عنده فني مختص يحصل الايه العك اللي احنا بنحذر منه. عنده معده ما عملهاش صيانه، مكنه معينه ما عملهاش صيانه مناسبه، ففي الحاله دي ممكن يحصل انها
تتسبب في هذا الحريق، لان الانشطه التجاريه والصناعيه اغلب مسببات الحريق الماسك كهرباء بيبقى بسبب سوء استخدام، سوء استخدام او عبث. ده مفهوش جدال. من المسببات الاخرى ان برضو الانشطه ديت مطالب لها في الترخيص للتشغيل بتاعها، انها تكون عندها موافقه للحمايه المدنيه. ده حضرتك قلت لي عليها قبل التسجيل، موافقه الحمايه المدنيه ديت عشان نديها للمصنع او المحل او اي مكان النشاط او المول او السينما او او لازم معاينه الاول للمكان، لازم بعين واحط له اشتراطات الوقايه، اشتراطات الوقايه قبل الموافقه على الرخصه. فبقول له الاشتراطات وبخليه ينفذها. بعد ما بينفذها بتاكد انها موجوده، وهشير لجزئيه صغيره عشان دي فيها لبس. اشتراطات الوقايه او اشتراطات الوقايه من اخطار الحريق اللي الحمايه المدنيه بتطلبها هي اشتراطات طبقا لقانون، وهو الكود المصري. فالكود المصري ده اللي اعده وزاره الاسكان ولجنه من الخبراء والمهندسين ما بين نقابه مهندسين، كليات هندسه، الحمايه المدنيه، وهو مستنبط من اكواد اخرى في دول اخرى، يعني اوروبا وامريكا وخلافه. فالكود ده هو ستاندر اللي ماشي، وبناء عليه بيطلب تحط ايه وما تحطش ايه. بعد ما بيحط هذه الاشياء وجب عليه صيانتها، ووجب عليه يبقى في حد مدرب على استخدامها. لو ما عندوش حد مدرب على استخدامها بالتبعية برضو هيحصل الفشل. طب لو عملنا حصر مثلا لعدد المحافظات الاكثر شيوعا لظاهرة القتل الصامت، يعني نقول مثلا القاهرة الاولى والجيزة تليها بنظرا لعدد السكان الاكثر في كل محافظة، يعني حضرتك ترتبها لي ازاي مثلا؟ والله لو جينا اتكلمنا يعني عملنا حصر بسيط، يعني نقول ان الشتاء السنة دي زادت فيه الحوادث دي فعلا، يمكن عشان هو الاكثر برودة. فعليا الاحصائيات مش تحت ايدي، يعني ما اقدرش اقول لك. وبعدين من واقع قراءتك يعني للمشهد، من واقع قراءتي بالفعل هو مع الحوادث بتزيد بمعدل زيادة الكثافة السكانية. ده كلام منطقي، كل ما زادت الكثافة السكانية الحوادث بتزداد طرديا مع هذه الزيادة. لكن كمسببات لا فرق ما بين الحضر والريف، مش معيار، فما نقدرش نصنفها على هذا الأساس. تمام. طب مثلا في حالة مثلا حدوث حريق داخل شقة سكنية، حضرتك كخبير حماية مدنية يعني بتنصح قاطين العقار أو المنشأة السكنية يعملوا إيه في حالة الحريق؟ طيب الحريق داخل الأماكن السكنية لازم نوعي الناس بس قوي، ان اول حاجه وديت مبدانا احنا في العمل، اول مبدا عندنا هو انقاذ الارواح. حلو. فالحريق لو في مكان ما يبقى على طول الاطفال والسيدات وكبار السن باللازم اللي موجود يطلعهم بره، يبعدهم عن مكان الايه الحريقه. ليه؟ لان هم دول اكثر تضررا، صعب انك تسيطر عليهم، او بعضهم الكبار السن صعب في حركتهم، وبالتبعيه هم هيتاثروا بحاجتين، الدخان واول ثاني اكسيد الكربون، فممكن يتخنق يتوفى من الدخان، لكن الحريقه ما جاتلوش، خد بالك. فيبقى اذا اول نصيحه
الإخلاء. الإخلاء. إخلاء صغار السن، السيدات، كبار السن. بعد كده. ده بالترتيب. بعد كده. أنا دايما بنصح بأن كل بيت يبقى عنده طفاية في البيت. زي ما كل عربية فيها طفاية حريق، يبقى كل بيت فيه ايه؟ طفاية، طفاية حريق. مش مشكلة لما استثمر 700-800 جنيه في طفاية أأمن بيها مكان إقامتي وأسرتي وحياتي. فأنا لو عندي طفاية 6 كيلو في 3 كيلو برضه، المهم احطها على مقربه من المطبخ او اللي هو المكان الاكثر اشتعالا او بس في الصاله. كويس، بس يمة الصاله في المكان تبقى في مكان محوري، ويحاول الناس تتدرب على استخدام هذه الطفايه. في على النت كلام كتير عن كيفيه استخدامها. لو الحريقة بدأت في الأول وهو يقظ لها ورح لها، ممكن بفوطة، مش ببالغ لو قلت بفوطة يحطها على الحريقة، كتب انتهى. لو استنى شوية يبقى الكرسي اللي بيولع ده ما عادش ينفعه الفوطة لأنه مسكت في النار، فمحتاج أجيب حلة مية بلوقها عليه. لو ما لحقتوش برضه في مرحله حله الميه ديت او الحاجه ديت، هلاقيه مسك في الانتريه. في الحاله ديت ما ينفعش الا المطافي. فهنا انا بقول اتدرب وادرب اللي معايا في البيت على استخدام الطفايه وكيفيه استخدامها ومدى التقارب من الحريقه او النار، بحيث يبقى استخدامها فعال وناجز. هتدفع على طول. استخدم وسائل اخرى غير الطفايه، بس يبقى عندي الجرأه لو ما قضيت على الحريقه في مهدها هتبقى هي زي الطفل الصغير، لو اديته البزازه سكت، لو انا نرفزته زياده فبدا بعد عده ثواني، لان هو المثال ان الحياه بتبدا زي طفل مولود، لو عدت الثواني والدقايق فهذا الطفل اللي كان ممكن بأقل حاجة تضحك عليه صغيرة وتسكته هيتحول إلى وحش. هذا الوحش مش في زمن أيام وليالي، ده في بالظبط 3 دقايق هيكون بقى فيه وحش موجود في البيت. هذا الوحش في 3 دقايق دول محدش هيقدر يواجهه إلا المطافي. الا المطافي. طب المطافي مثلا تعمل ايه في حاره مثلا 5 متر او 4 متر وفيها مثلا مكتظه بالسكان و12 دور مثلا مكتظه بالمساكن طبعا تدخل ازاي مثلا في حاره؟ طبعا دي كانت مشكله بنواجهها دايما في البنى العشوائي في القاهره القديمه عموما. يعني احنا بنحب الصحبة، بنحب الونس، بنحب القرايب والحبايب، كل واحد يقول لك حتتي وما اقدرش اطلع من الحته ديت، حاجات غريبه كده. المهم فتلاقي الشوارع، حتى زمان كانت الدنيا مختلفه بس الشوارع صغيره، لكن العماره دورين. ايه اللي يخليها 12؟ طب ما احنا بنخنق نفسنا يا جماعه، بس هو يقول لك انا ما اقدرش. المهم فاحنا كنا بنواجه الجزئيه المشكله ديت، ودي من الصعوبات اللي بتواجهها عموما الحمايه المدنيه في مصر وبعض الدول الشبيهه في التركيبه السكانيه او تركيبه اسلوب السكن. يعني صعب عربيه مطاف تخش شارع اقل من 5 متر، هي ممكن تخش في الخمسة متر ده بس يبقى متاح لها تعرف تدخل. يعني اقل من كده مفيش.
العوائق دي كتيره، ما بين محلات عامله بروزات زي ما انت قلت، تكلفه الخطر في 3 دقائق دي بقى الكارثه، على ما فضي الشارع لدخول عربيه بالزبط. زي عربيه مثلا اسعاف او عربيه مطافي كارثة. الامر ممكن يستغرق اكتر من ساعه ونص ساعتين تكون بالظبط المدينه بالكامل بدل ما كانت في كرسي بقت في انتريه، بدل ما كانت في انتريه بقت في العماره كلها، بقت في الشقه يعني. ولذلك انا بقول ايه، المطافي دايما طول عمرها بتحاول تلحق تسبق الوقت انها توصل بسرعه، بس في عوائق، المرور طرق زحمه، الشارع ما في مشكله انك تعرف تعدي، او واحد داخل مش عارف لكن ازاي، وهكذا. ليه بقى سابق الامور؟ لان انا عايز اواجه الحريقه وهي كرسي في الانتري، مش من مصلحتي ان الحريقه تبقى الصاله ودخلت على اوضه النوم، لان كده هواجه الجزئين. مش من مصلحتي اتاخر الاقيها خدت الشقه وطلع على الشقه اللي فوقيها، ده جهد ليا، انا لازم اولا امنع انها تطلع وفي نفس الوقت ارجع اطفيها، يعني بعمل الحاجتين في نفس الوقت. وبناء عليه اللي بيحصل فعليا طبعا من الخبرات والاستراتيجيات المتوارثه وال يعني الممارسه اللي بقالها طبعا مطافي القاهره من اقدم كمثال يعني من اقدم مطافي على العالم، هي تاني واحده في العالم. مطافي القاهره كان اسمها في الاول مطافي مصر المحروسه او مطافي المحروسه، هي دي تاني مطافي بعد مطافي لندن بس، واللي عاملها الانجليز بنفس الديزاين ونفس الشكل ده موجود. المهم مش هو ده ده ده, ده ايه خلفيه كده تاريخيه في النص يعني، ما علينا. المهم انا قصدي اقول لحضرتك ايه، هذا الزخم من الخبره وتوارث الخبرات من اساتذتنا والناس اللي سبقونا بكتير. فانت النهارده في الحمايه المدنيه مفيش حاجه اسمها عقل، سواء في حريق، سواء في حادثه انقاذ، سواء في حادثه مفرقعات، سواء سواء سواء، لازم تجد الحلول. انا عندي الشارع الصغير لا بقرب العربيه لاقرب مسافه اقدر اوصلها الى مكان الحريق، مش لازم تخش الشارع لو مش هتعرف، مفيش مشكله. وببدا بعد كده امد خراطيم ميه كويس، خراطيم الاطفاء الى المكان اللي هيوصل. في اوقات بنمد في بعض بلاغات كنا بنمد بال 500 متر، عبء ولود ميكانيكي هندسي على الترومبه بتاعه العربيه اللي بتدفع الميه الى عبر هذه الخراطيم عشان توصل لرجل الاطفاء بيكافح بيها جوه مكان الحريق. عيب ليه؟ لان ده ضغط ميه في مسافه كبيره ميكانيكيا وهندسيا خطر، لكن مضطرين نعمله. طيب ممكن اجي في النص عشان اضمن، في حاجات هندسيه بنعملها بنحط زي تقويه للميه من هنا عشان تكمل لو المسافه ابعد. طيب العربيه الصغيره دي بجيب لها خزان اكبر يغذيها لو مفيش حنفيات حريق كافيه او بالكفاءه الكافيه انها تعوض للفقد او التشغيل. في الحاله دي ببدا امد بالخزانات، واحنا طبعا يمكن من الدول او مصر من الدول اللي هي بتعتمد بصفه اساسيه على الخزانات في اعمال الاطفاء. في كتير ما بيعترفوش بالخزانات دي نظرا لكثره وكفاءه حنفيات الحريق في الاماكن مغطاه كل النقط يعني. بس لكن هنلاقي لها حل، هنمد خراطيم من بره، هنشتغل، هنكافح. بس الفرق برضو الناس لازم تبقى فاهمة، الفرق هنا ان ده عائق وقت ليا. تكلفة الوقت ليا ده مين اللي بيدفع ثمنه؟ المواطن او اللي حصل صاحب اللي عنده الحريق. بالظبط بالظبط. ليه؟ لان انا على ما اعمل اللي انا بحكي لك عليه ده
بياخد دقايق. انت قلت الثانيه بتكلف بتفرق وبتكلف انا كده كده هعمله رهيزه يعني كده كده هعمله هو جهد عليا وتكلفه عليا و و و ولكن حقيقه الامر اللي بيدفع الثمن مين؟ اللي قدر الله عنده العادي ان انا اتاخرت او في صعوبات على معرفه توصل. نسال الله السلامه يا رب. في الختام يعني عايزين يعني احنا اتكلمنا فتحنا اكتر من ملف منها القاتل الصامت اللي هو ما يعرف بتسرب الغاز وملف الدفايات واتكلمنا عن الحرائق بشكل عام. تمام. يعني عايزين كلمه اخيره من حضرتك وحضرتك طبعا شرفتني ونورتني. الله يخليك وان شاء الله تتكرر اكتر من مره. يسعدني يعني توعدنا واحنا في اللايف. اوعدكم يعني ان شاء الله تتكرر فرصه دايما يعني تجربه يعني اثبتت جدارتها. يسعدني وانا متابع الكومنتات في اللايف ما شاء الله يعني كويس ان في متابعه الحمد لله. الله يخليك. انا قصدي اقول لحضرتك اولا انا اللي بوجه لك الشكر. انا اللي بوجه لفيتو الشكر لان دور المنصات الاعلاميه واجب عليها دور التوعيه والنصر والاشاعه. تمام. انا من نفسي مش هدخل اي جهد ان انا ادخل بمعلومه او بوقتي ما عنديش اي مشكله في سبيل نوصل لمصلحه عامه عموما. نرجع نقول النصيحة البسيطة والمبسطة لكل رب أسرة، كل صاحب عمل، كل صاحب ورشة، كل صاحب نشاط صناعي أو تجاري أو خلافه، اوعى تستخسر في جودة خامات أو معدات موجودة في بيتك، اوعى تستخسر في صيانة واجبة في معدة أو آلة موجودة في بيتك أو محلك أو مصنعك. درس مالك دي حياتك دول ولادك. زي ما بتستثمر عشان تكسب لازم تدفع وتستثمر في حياتهم وتحفظ عليها فما تستخسرش. مش هقولك ضيع فلوسك على إنك تعمل لي سيستم إيه، لا، في أصول تتناسب مع كل الناس. في فيشة بعشرين جنيه، في فيشة بتلتمية جنيه، خير الأمور الوسط برضه. لكن وفي خير الأمور الوسط يعني تبقى الاحتياجات بالظبط صح، بحيث إن أنا فيما لا يتعارض من الجودة. لا أعتمد على حد يجيبني الجودة ورجعها وتأكد ان الخامات الرئيسيه المستخدمه في الكهرباء. وهضيف يمكن احنا ما اتكلمناش فيها، في سبب رئيسي لانهيارات العقارات في مصر، هذا السبب هو عدم الصيانه للصرف الصحي، بينتج عنه تسريب في الجدران والاعمده والأسقف، تآكل للحديد، تآكل ده لو فيها عمدان، تآكل لمادة الطوب لو هي حوائط حاملة. فبيحصل إن هذا الجزء بينهار يعني ما يقدرش يستحمل. زي اللي حصل في عقار فيصل الشهير أو اللي هو عقار الدائري. لا، عقار الدائري هو منهارش، ده تم تفجيره بطريقة فنية. هي بنفس النظرية، لكن أنا بتكلم على عقارات وقعت بسبب عدم إجراء الصيانة في الصرف الصحي. فاللي بيحصل بينهار جزء من العقار، لكن بقية العقار ممكن يكمل ويقع لأن هو كله متشال حمل نفسه. فمن هنا لا نستخسر أو لا نهمل صيانة المعدات، ما نستخسرش في الخامات سواء كهرباء أو سباكة. نوعي ولادنا ان عينينا عليهم في الاستخدام، ما حطش الدفايه على الانتريه، ما ينفعش، ما حطش الدفايه على السجاد، شوف لك حته سيراميكا فاضيه كده وحطها عليها خلاص، ما حطش الدفايه في مشترك،
سواء كان اللي هو المربع ده او المشترك اللي هو كده بسلك، ممنوع حطها في البريزة. ما خشش ابني يستحمى او انا اخش اخد دش واشغل الشبورة علشان ادفي الجو، خطأ. استحمى في 5 دقايق او اقل مع الشفاط بتاعك شغال، الهواية اللي من الشركة عاملاها موجودة، المدخنة لو السخان برضو في الحمام المدخنة مش مكتومة، ما سيبش حاجة على البوتاجاز خش نام، ما سيبش حاجة على البوتاجاز وسيب العيال. برضو لازم نقطة، عبس الأطفال من أحد المسببات الخطيرة للحوادث بأي أنواعها بقى. فبالتبعية الطفل ممكن يروح يفتح البوتاجاز ويجي وما عملش حاجة، فالأم سابته ما كانتش متابعاه، يروح يمسك مش عارف ايه وقوم حاطط في الفيشة مسمار، يحط في الفيشة بنسة، يعمل مشكلة. فبالتبعية مراعاة وتوعية الأهل الأولاد ومتابعة الأولاد والأطفال الصغيرين، ده اللي أقدر أقوله باختصار. موضوع سهل، موضوع بسيط، نحطه بس في مداركنا ووعينا أثناء حياتنا، أثناء انتقالاتنا، أثناء شغلنا، أثناء وجودنا في أي مكان. بإذن الله هتلاقي إن ربنا كملها بالستر معانا ونجانا من أي كوارث أو أي مشاكل. وده دايما اللي أنا بدعيه، إن ربنا ينجي الناس كلها. في النهاية بشكر حضرتك، حضرتك يعني قدمت روشتة كبيرة في بعض الملفات المهمة، يعني خلينا اشكر حضرتك في نهاية البث، نورتني ونورت فيتو. كل الشكر لحضرتك اللي هو أيمن، الله يخليك، شكرا. وكيل الحماية المدنية للأصدقاء.